يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل فتقول: إن فضيلتكم عندما يظهر له مقال في الجرائد تظهر صورة له مع هذا المقال، وكذلك عند إلقاء المحاضرات في بعض القنوات، فهل هذا دليل على أنكم تقولون بجواز التصوير؟ ليس هذا دليلا، أنا ما أمرتهم ولا طلبتهم، وإنما هم يأتون أخذوا صورة الشيخ ابن باز وهو يحرم هذا ويحرج من يفعله، ويأخذون صورته في المجامع وفي المناسبات، هذا إثم عليهم هم، إثمه عليهم هم، أما نحن فلا نرضى بهذا، ولا أمرناهم به ولا شاورونا عليه. نعم.